اهلا وسهلا بالشيخ اترف، كيف حالك؟ الحمد لله منوره والله. نور نورك. الحين انت وغنى اخوات صح؟ وتشبهون بعض صح؟ طيب عندكم نفس الهوايات؟ ايوه نفس الهوايات بس في واحده مختلفه. اخيرا في اختلاف يا خالد. ايه ايه الاختلاف؟ ان غنى تحب الغناء وانا احب نط الحبل. تحبين نط الحبل؟ ان شاء الله. تحبين الرياضه ها؟ طيب في البيت غنى ما تاخذ ملابسك؟ الا تاخذ ملابسك. حتى انتوا عندكم نفس الشيء؟ ايه. بس انتوا تعصبون ولا لا؟ ولا شوية عادي؟ عادي عادي. يعني لو شفتيها مره قدامك ولابسه ملابسك عادي؟ لا مو عادي. لا مو عادي. ليش؟ لانه ملابسي. طيب انتوا نفس الحجم خلاص، ماما تصير تشتري فستان واحد مره لك مره لها. لا تشتري ماما اثنين. اذا مثلا كان حق غينا في الغساله لقينا الواحد نتضارب، لا هذا حقي لا هذا حقي. وش راح تغني لنا اليوم؟ على حسبي ودار. جاهزه؟ جاهزه. تفضلي. حزبي وداد. ايه الاغاني الحلوه دي؟ تعالي اتفضلي اتفضلي.